إذن كتل هوائية باردة بعدها عم تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ومتوقعين تنحسر بكرة بعد الظهر تنرجع نستقبل أسبوع جديد مع طقس مستقر. بالعودة لليلة عم نشهد أمطار متفرقة عم بتكون غزيرة من بعض الأحيان. الحرارة الليلة ببيروت عم توصل ل 12 درجة، 6 درجات بالبقاع، 0 بالأرز و10 درجات بطرابلس، وأكيد عم نشهد كمان تساقط للثلوج على ارتفاع 1200 متر. بكرة الطقس عم بيكون غائم جزئياً، بكرة احتمال نشهد أمطار خفيفة ومتفرقة خلال النهار. بكرة الحرارة ببيروت 16 درجة، 11 درجة بالبقاع، 3 درجات بالأرز و15 درجة بطرابلس. الريح لبكرة عم تكون جنوبية غربية، حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة الماء 17 درجة، أما نسبة الرطوبة فعم تتراوح بين 55 و85%. طقس الايام اللي جاي على الشكل التالي: بكره الاحد الحراره عم بتكون منخفضه ل 16 درجه، الطقس عم بيكون غائم وممطر، انفراجات واسعه خلال النهار. لنهار الاثنين ارتفاع ل 18 درجه، الطقس عم بيكون صافي ومستقر. لنهار الثلاثه والاربع الحراره كمان على ارتفاع لل 20 درجه، والطقس عم بيكون مشمس لقليل الغيوم. هذا كان كل شيء بنشرتنا لليله، عوده لعند ماريو.